جزى الله الإخوة الذين تكلموا من قبلي وتحدثوا فقد أجادوا وأفادوا وأثلجوا صدورنا بكلام الله تبارك وتعالى وبالآيات التي تدك الجبال، كما قال الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وعنوان هذه المحاضرة: أول الرسل، وهو نوح عليه السلام. ومن أراد أن يطلع على جميع سير الأنبياء فعليه أن يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، لأنه حكى جميع قصص الأنبياء وما وجدوه من معاناة في تبليغ دين الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل في سورة الشورى مخاطبا هذه الأمة، قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ففي هذه الآية ابتدأ الله تبارك وتعالى بنوح، وهو من أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية. فالله عز وجل يخاطب هذه الأمة فيقول: شرع لكم من الدين، أي ما يدين به الإنسان لله تبارك وتعالى من توحيد واتباع وأحكام شرعية. فقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، أي ما شرعه الله تبارك وتعالى لنا هو ما وصى به نوحا عليه السلام. وذكر لك الإخوة قصة نوح، بل هنالك في القرآن سورة كاملة باسمه عليه السلام. وفي القرآن في صور بأسماء الأنبياء كصورة إبراهيم عليه السلام ويوسف عليه السلام ويونس عليه السلام وفيها ومحمد عليه الصلاة والسلام. وهذه الصور وهذا القرآن فيه أخبار الأنبياء وما بعثهم الله تبارك وتعالى به. فربنا بعث الأنبياء كلهم بتوحيد الله تبارك وتعالى. شوف الدائر يمشي وراء الأنبياء، عليه أن يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. شوف ما الذي لا يدعو إلى توحيد الله، هذا لم يسر خلف الأنبياء والله، ولا يغج على نفسه ولا يعمل للناس زحمة في المنابر، والرغيف غالي والبنزين غالي والطماطم غالية والمنبر كله معدي وكأنه دكان بتاع تموين. يا زول وري ناس دين الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث وجد أهل الجاهلية يعبدون الأصنام ويتعاملون بالربا، ووجدهم
يأكلون أموال اليتامى ويأكلون أموال الضعفاء، وقعت الحروب الطاحنات وفي فساد عريض. لكن أساس الإصلاح توحيد الله تبارك وتعالى. والله شوف سبب الإصلاح للأخلاق وللمعاملات توحيد الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أي قرية وأي مدينة وأي أمة، النبي أول ما يبعث عليه الصلاة والسلام يأمر الناس بإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وقد تكون في تطفيف في الميزان، وقد يكون في ظلم، وقد يكون من أنواع الشر والفساد والمعاصي، لكن يبدأ بحق الله تبارك وتعالى الذي بعث الله عز وجل به معادا إلى اليمن، فقال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أي يفرضوا الله تبارك وتعالى بالعبادة. والآيات في التوحيد تشرح صدور أي زول مؤمن، والله ما يتضايق من آية التوحيد إلا من في قلبه مرض. زول يقول له إذا سألت أسأل الله، دي بتضايق زول؟ إلا زول مرضان. وفي كتب كتبوها الجماعة ديل، حنجيك إن شاء الله نديك نموذج، لأنه ربنا قال في القرآن: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. أي نبي ربنا جعل له أعداء يصدون الناس عن دعوته ويلفقون له التهم وينفرون الناس عن دعوته. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. دليل حال كثير من القرى والبوادي، أول ما الشباب التزم: شوف يا ولد، نحن مما قمنا على طريق أبواتنا بدينك ده، يا إما تمشي تشوف لك بلد تتكلم فيها في دينك الجديد ده. هو ما جديد ولا أي حاجة، بل دينهم هو جديد، ما كان عليه الآباء والأجداد من عبادة الموتى وعبادة الجباب وعبادة القبور والأضرحة ودعاء الشيوخ من دون الله تبارك وتعالى. ده دين الآباء في البلد دي. لو سئلت عن دين الآباء والأجداد في بلادك، في هذه البلاد في السودان، قول الطواف بالقبور وعبادة القبور والاستغاثة بأصحاب القبور والحلف بهم والنذر لهم والاعتقاد فيهم أنهم ينفعون ويكشفون الكرب ويدفعون الضر. وده دين باطل لا أساس له ولا وزن له. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. بعد النصر بيجي من ربنا والتأييد بيجي من ربنا. وأبشر يا داعية التوحيد، عادوك أصبر، عادوك أصبر، ضربوك أصبر، قتلوك أصبر. العاقبة للمتقين، والله العاقبة للمتقين. فمن كان عزيزا في قومه، زول عزيز في قومه زي شيوخ الطرق ديل الليلة، في قومه عزيز وطالع بجماعته وخش بجماعته وقام برا وقعد بجماعته وقبة وبيان وضريح وقبها ويشيلوا له الابريق ويفرشوا له المصلايه ويجيبوا له الاكل
ويجيبوا له في العتان ويخطوا له تحت المخدة البياض. في قوم عزيز لكن عند الله ذليل، لأنه مخالف لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. أي زول بخالف شريعة ربنا ده ذليل، والله ذليل، وإن كان في قومه رفيعا ومعظما. وأي زول متبع للسنة، وأي زول متبع لمنهج الله، وإن كان في قومه وضيعا فإنه عند الله رفيعا. يا زول هو الشغلة ما تقيم بالناس، الذي يرفع ويخفض هو الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فدعوة أول الرسل نوح عليه السلام، وربنا في الآيات دي ذكر أول رسول وآخر رسول. ربنا قال شرع لكم، قال الله تبارك وتعالى في هذه الصورة أي صورة الشورى، قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، أي يا محمدا عليه الصلاة والسلام، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شوف دين الأنبياء يأمر بالاجتماع ويأمر بالاجتماع على الدين الصحيح، أما دين الآباء يأمر إلى الافتراق، ودين الأهواء يأمر إلى الافتراق. والدين واحد، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، لا طريقة لا جماعة لا حزب ولا جمعية، ده كله في دين ربنا ما في. ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي الآية دي قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وأساس الدين التوحيد، وأساس الدين التوحيد. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي شق عليهم ما تدعوهم إليه من عبادة الله تبارك وتعالى وحده. وده الحاصل الليلة، تمشي في كثير من القرى لمن تأمر الناس بعبادة الله تبارك وتعالى وحده، في ناس الكلام ده بيشق عليهم وبيبقى عليهم تقيل، بالذات أصحاب الطرق الصوفية، لأنه نشأوا على عقائد كاسدة وعقائد باطلة تخالف صريح القرآن وصحيح السنة. لذلك تجد الآيات التي تتلوها في توحيد الله تبارك وتعالى وحده تجد عليهم ثقيلة شديد والله. وكذا خش لك مسجد بتاع أي طريقة صوفية، سمانية ختمية غيره، قل للناس يا ناس قال الله تبارك وتعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. قل للختمية الناس اللي قاعد تنادوهم ديل، المرغني والبرهاني والتجاني والسماني، ديل بشر زيكم ما يستحق يعبدوا وما يستحق تصرف لهم عبادة من العبادات. والله تلقاهم يتضايقوا ويتململوا أكأنه الواحد قاعد له في منقل، مالك؟ يقول لك ده الناس ديل المساخين ديل، أنا ما عارف على قد بجوا من وين. زي ما حد ما واحد قال، واحد من أخواننا بصلي بالناس، يصلي بهم مدة من الزمن وبيقرأ آية التوحيد لأنه عارفهم مرضانين، وده زال عنده فقه. شوف مشيت أي منطقة لو فيها أي منكر
وفيها شرك تبدأ بأكبر الكبائر. والله ده طريق الأنبياء وطريق الإصلاح وطريق العزة وطريق الرفعة وطريق التمكين وطريق النصر وغيره من الطرق سبب الذل والانكسار والانحدار والهوان والخذلان وتسلط الأعداء. والله ما تدعو لتوحيد وبلدنا دي فيها يا زول طرق صوفية، ونحن نكون معك واضحين، والله لم نقولين على أبو فلان ولم نقول ملعون أم فلان، لكن بنقول لك كتب كتاب زي ما كتب عبد الرحيم الزريبة. عبد الرحيم الزريبة البرعي المعروف قال ديوار رياض الجنة ونور الدجنة في الكتاب ده، في الكتاب ده كتب كلام وجينا ننقده زي ما الجماعة عندهم نقد رياضي ونقد فني ونقد سياسي، في نقد في الدين ننقد هؤلاء الذين خالفوا كتاب الله وخالفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبديك نموذج أو نموذجين ومن كل قفة ولا كل سلة نفايات نديك حاجة تستحمل، لأنه دي قفف بتاعت نفايات وبراميل، والنفايات ذاتها أحسن من الكلام الهنا ده. والله كفر أبو لهب ما بيقوله الليلة ده عند أكثر الشعب السوداني ده أعظم ولي البرعي، يقول لك ده زول ده عبد الرحيم البرعي ده زول فاطمة صر مات مصر وألف مصر المؤمنة، وكلام باطل كله هوى وكله ضلال وبدع وخرافات، ده دينه كتبه ودي عقائده القالة. نحن نخجل نقولها، والله شوف ما في سبب خلى السودان وخلى البلد دي في انحدار إلا الشركة اللي بيدعو له الصوفية ده. أي بلد أي غرية تلقاها موتدة بأربع قبب وثلاثة قبب وقبتين وفي رواية أحداث 16 زي ما هنا بيجاي هنا قريب، بس أطلع بيجاي ربع ساعة تلت ساعة محراز قباب يا زول كلها صواريخ موجهة لمحاربة الله تبارك وتعالى. دي شنو دي شنو؟ يقول لك دي قبور بتاع الصالحين، يعني فيها شنو؟ يقول لك فيها بركات، يعني شنو بركات؟ يعني لو مشيت أمورك بتصلح. طيب العيش بجنيه، الجماعة ده ما شغالين ليه؟ البنزين جالهم 150 ألف ليه ما شغالين؟ بيشتغلوا 200 شيوخك ديل راكدين له 200 واحد تلقاه له 200 سنة. يقول لك والله ده خطر ولو تكلمت ممنوع الاقتراب والتصوير. يا زول ما بيعمل حاجة، والله ما بيعمل حاجة، ده عبد الرحيم الزريبة. وأنا بذكر لك الزول ده لأنه مدح الحلاج الأول، الناس دي كلهم شفت الكفر والضلال بيتناقلوا من بعض، والله جد بيتناقلوا، تلقى من أظاهر الرياض بيجاي وذاك ينقل، فالكفر كله تلقاه شنو في كتبهم متقارب متقارب ما في اختلاف كثير. ففي الصفحة في الصفحة 67 عبد الرحيم الزريبة بيقول بيمدح في واحد اسمه الحلاج اسمه الحسين ابن منصور قتل في بغداد مرتدا لأنه قال ضلالات وقال كفر، والشرطة في الزمن ده قبضوه جابوه للسلطان، والسلطان والعلماء قاموا عليه الحجة وقتلوا مرتد. عبد الرحيم الزريبة لأنه على والطيور على أشكالها تقع قام مدحه، عشان ما يجيك واحد يقول لك لا ده برا وده برا، كل واحد كلكم في قفة واحدة، كلكم في قفة واحدة وكلكم في برميل واحد تدعون إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. بيمدح في الحلاج قال وخمرة الذكر بين القوم صافية رقت وراقت على لون من الطاسي، قال لما تعاطاها أهل العلم صاحبهم حال الجنون فباحوا بالشجى الحاس. قال النازل بيسكروا، وفعلا في الكتاب ده وينه طبقات والضيف الله في ولي اسمه خليل الرومي ده في الكتاب ده قالوا في واحد اسمه خليل الرومي، جاء واحد قال له يا شيخنا انا عندي وليه طلعت هاربه وغدا ادعو لي الله يجيب لي، قال له جيب برمتين مريس وبصلتين وديكا خصيه، ده باقي لك ما داري يظبط حله وداري يعدل مزاجه؟ يقول لك ده الاولياء يا ناس ده الاولياء. وبجيك لي واحد بهنا بجاي في سراج السالكين، والله الليله شفته ننفش لك القفف دي لحد ما تعرف الحاصل. فالمهم قال غابوا ففاهوا بشيء في سرائرهم، غابوا
يعني خلاص يقول لك شطحوا فباحوا يتكلموا بالشيل في نفوسهم وهو الكفر بالله والإلحاد والزندقة. والله جد عشان ما يقول لك لا هم باحوا بأشياء علم الظاهر وعلم الباطل، لا باحوا بالكفر. وبيجيك للحلاج قال فباحوا ففاهوا بشيء في سرائرهم يدق عن فهم ذي علم بكراس. قال الجماعة المتعلمين بالكراس والقلم الشيء ده ما بيفهموه. قال قال الحسين على معبودكم قدمي وضعته. مفروض يقول شنو؟ مش يقول يا له من زنديق قال الأدب، لا لا لا، قال يا له من عارف كاسي. يا زول ده عارف كاسي، ده قال عارف بالله، وده مدح له، ده ما في أعظم منه مدح. عبد الرحيم الزريبة يمدح الحلاج، اسمه الحسين ابن منصور الحلاج، ده ديوان الحلاج، ديوان الحلاج اشتريته قبل شهر أو شهر ونص من الدار السودانية للكتب، اشتريته ب 90 جنيه والله العظيم غايته أنا ما عارف، بس لكن نعمل شنو. ودي الفاتورة مغلفة. قال لي خالص مع الشكر، أنا قلت له لا خالص مع الشرك، مفروض تكون كده الصحيح، لأنه من الغلاف للغلاف كفر في كفر في كفر. والله في الصفحة 36 شوف الحلاج بيقول شنو. نحن والبرعي مدحه، ما تنسى إنه البرعي مدحه. البرعي بيقول يا له من عارف كاسي، تعال نشوف كلام العارف الكاسي. ده كتابه اسمه ديوان الحلاج. قال كفرت بدين الله والكفر واجب علي وعند المسلمين قبيح. براو، لا نحن قلنا ولا افترينا عليه، ده كتابه. قال كفرت بدين الله، ودي ربنا النبي ربنا قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وده الحلاج قال كفرت بدين الله والكفر واجب علي وهو عند المسلمين قبيح. فعلا أي مسلم يستنكر الكفر بالله تبارك وتعالى، لكن ده وقال يعترف أنه كفر بدين الله. في الصفحة 137 في الصفحة 137 نشوف ماذا قال الحلاج الزنديق الذي قتل مرتدا في بغداد وجزى الله الذين أفتوا بقتل هذا الزنديق. والله جل لأنه مجرم، زول زي ده لو خلوه ما بيفسد البلاد والعباد. بيقول الحلاج أنا الحق والحق للحق حق لابس ذاته فما ثم فرق. الكلام ده تعرف يعني شنو؟ يعني بيقول أنا الله والله أنا وبيناتنا ما في فريق. ده البرعي مدح الحلاج ده، البرعي مدحه برضو في الصفحة في الصفحة 67 في الصفحة 67 يقول على دين الصليب يكون موتي فلا البطحاء أرجو ولا المدينة. قال أول حاجة قال أنا موتي بكون على 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 دين الصليب، وقال ولا داير مكة ولا داير المدينة، البطحاء مكة والمدينة المدينة النبوية. على دين الصليب يكون موتي ولا البطحاء أرجو ولا المدينة، يعني قال لا داير مكة ولا المدينة، وقال بيموت على دين الصليب. وفعلا مات مرتدا عامله الله بعدله. والبرعي يقول يا له من عارف كاسي. يا ناس ده أسا الزول لو سكره وسطله بيقول يا له من عارف كاسي، لكن دي خمرة الشرك. الناس أصحابها في غمرتهم في سكرتهم يعمهون ضلال وشرك، عشان كده التصوف ما عنده علاقة بالقرآن ولا بالسنة. والله أي زول عنده طريق غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام يرجع الراجع يوم القيامة. ربنا قال في القرآن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ده دين وما في مجاملة والله جد. ودين الله ده ماشي والله. الليلة لو الناس ديل جد ماتوا الدعاة أخونا أحمد البدوي حفظه الله وأخونا مازن وأخونا إبراهيم وأخونا محي الدين والشيخ أبو بكر محمد أحمد والشيخ مزمل عوض فقيري حفظهم الله جميعا وجميع الإخوة الدعاة الله بيجيب له ناس ثاني أقوى وأشد من ديل. ربنا قال وإن يكفر بها هؤلاء والكلام ده لمنوه بعد ما ذكر أنبياء. ربنا قال وإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. بلغ يا زول بلغ دين الله خلي التوحيد يجوب البوادي والقرى. خلي الناس تطلع من عبادة القبور خلي الناس تطلع من عبادة الموتى. لمتين ساكت لمتين ساكت يا حزبي يا جاهل يا ما عارف أساس دعوة التوحيد. يقول لك الشباب ديل خلي من الشباب انت شغال شنو شغال شنو. وآخر تقليعة آخر تقليعة جايبين الجماعة كوكتيل كوكتيل من الجماعة في صورة في عقد نائب رئيس الجماعة وجايبين معه مبتدعة رؤوس من المبتدعة في العقد في العقد جايبينهم والله جد أنصار السنة النائب العام لجماعة أنصار السنة المحمدية. والله أنا كنت وما كنت دار أقفل الصاجة نهاية لكن الجماعة قالوا خليها طوالي كان كده بعد تاني الناس. فنائب الجماعة جماعة أنصار السنة المحمدية جايبينه محمد الأمير إسماعيل جايبينه كشح الفاتحة مع عبد الحي يوسف وعصام البشير في عقد واحد من الجماعة وقال حضر الاجتماع أو حضر العقد بعض القيادات والرموز محمد عبد الكريم تكفيري جلد و اسمه منو عبد الحي يوسف تكفيري وعصام البشير دخل ليهم و أخو محمد مصطفى عبد القادر ده منو سبب الصحابة محمد مصطفى عبد القادر وخالد عبد اللطيف والهواري وقال شلة من الدعاة والعلماء وإسماعيل عثمان بتاع المركز النام كلهم جوا في صينية وفي عقد. يا ناس اجتمعتم عدل كيف ما يتقلتوا زمان إياك أن تجلس في مجلس صاحب بدعة حتى يذهب حره. هسه الحر ذهب ولا الهمبريب ضرب شنو يا ناس والله الناس دي شغلة دي خلاص فكوها والله جد. وانت بعد شوف لك شغلة اوعى تتحزب والله جد. دار تكون داعي التوحيد ما تنتمي لأي جماعة ولا لأي طريقة ولا لأي حزب. بلغ توحيد ربنا يا زول الله بيرفعك والله يا الله يرفعك. لو الناس دي كلها عادتك الله بيرفعك. ربنا رفع الهدهد طيرة صغيرة والله الليلة في الهدهد أحسن من دكاترة معتلين منابر والله. يا ناس طيرة أحسن لا من دكتور قرى في المدينة ويجي البلد دي. وأنا أرى الجواز مع التعاون مع المبتدع القريب على المبتدع البعيد بالله. وإنتوا كلكم دارين تتعاونوا على منو يعني ده مبتدع وداك مبتدع القريب ياتو البعيد ياتو. يقول لك كالأخوان المسلمين ضد الشيعة يا هذول انت عارف شيوخهم قالوا شنو ولا بتتكلم ساي. ده قال اسمه منو حسن البنا قال كان بيحضر الموالد وقال بيقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. وسيد قطب عنده كتاب في ظلال القرآن نفس العقائد بتاعت الحلاج دي ممكن تلقاه هنا وممكن تلقى هو شافي من الحلاج قد يكون والله أعلم. وبعد ده يقول لك يا زول والبلاد يا زول البلاد دائرة توحيد بلد دائرة توحيد ما دائرة تنظير بلد دائرة توحيد. ناس تبلغ التوحيد وتمشي قدام ما تشتغل بيزول والله جد. قالوا شتموا ونبزوا يا أخي ما قالوا نوح عليه السلام ده ما فيه أسوة ما قدوة ما مكرم ومؤيد بالمعجزات. بعد ده شتموا ونبزوا هل قال خلاص أنا وقفت وقال الناس زي ما آمنوا وأنا بخلي 950 سنة ودي فيها تسلية للدعاة. والواحد تلقاه 95 يوم ما دعا يقول لك والله الناس راسهم قوي هيقول راسهم حجر. بلغ التوحيد انت مالك ومال الرسال. ربنا قال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. عشان كده
ده الحلاج وده كتاب سراج السالكين. الكتاب ده قد يكون الآن معدوم عديل وكان لقيته مستعمل. أنا ده لقيته غايته مستعمل، غايته بيه موية بيه جاي ولا فيه لبن ولا فيه مريسة الرومي داك ما بعرفها، المهم لقيت فيه حاجة مدفقة. قلت له بيه كم الكتاب ده؟ من معرض الخرطوم الدولي قبل 3 سنة. قلت له الكتاب ده بيه كم؟ قال لي والله ده مال البيع، وهو كان في الزمن داك ب15 جنيه. قلت له يا أخ والله أنا طبعا جاي من بعيد والكتاب ده محتاج له ضروري. قال لي والله بس ده للعرض، معليش تعالي أنا مرة تانية. طلعت له 50، قلت له يا أخ والله أنا دايره. مسك ال50 قال لي والله أنا بشوف لي تاني واحد وشاله. يا مجرم داير قروش لأنه عارف فيه شنو. والله ده فيه شفت ضلال يا زول ما يعلم بيه الله. يا ناس يا ناس يبيع لك أول حاجة ما قال ما داير يبيعه نهائي حرف. قال لا 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 أصله قال لي ما بيه. والله بس العرض أول ما شاف ال50 قال لي خلاص دخل جوجه وقال لي بشوف لي واحد تاني. تشوف واحد تاني لأنه عارف جوه في شنو. ودي وثيقة عظيمة جدا لأهل السنة. اي زول عنده الكتاب ده يعمل منه كم نسخه تمشي تطبعها وهناي، لانه ده كتاب مهم جدا لاهل السنه فيه ضلال مبين. نشوف بعض النماذج في هذا الكتاب ولم ننبذه ولم نشتمه. في الصفحه 114 ايوه الكتاب اسمه سراج السالكين، الشيخ محمد احمد بدر المشهور بالعبيد ضبان قال ورتبه تلميذه احمد بن ابراهيم الجبيل ومعه كتاب مفتاح البصائر تأليف الشيخ محمد بن الحاج نور. الكتاب ده الكتاب اسمه سراج السالكين رسائل الذكر والذاكرين، قال وطبعته الأمانة العامة للمجلس القومي للذكر والذاكرين. فالكتاب ده يعني فيه ضلال. نشوف لنا نموذج أو نموذجين، وأنا ما دار أطول لأنه الشيخ أحمد البدوي موجود يعني برضو يا يعني يخاطب الإخوة الأفاضل. 114 نحن في الصفحة 114 وصور القرآن 114. والله غاية جنس ضلال وده بخالف القرآن. شوف ما تفتكر إنه الشيء ده كتبوه وبس كثقافة، الذي عقائد دي عقائد. في الصفحة 114 قال لله 8 أولياء كمل. قال ربنا عنده 8 أولياء كمل، 4 باليمن و4 بالسودان. والله الكلام حافظنه شفتها انا بس نعمل شنو يعني من كثره التكرار. ولابد نقنع الناس ونبين للناس يا ناس ده دين التصوف، ده دين التصوف. قال لله 8 أولياء كمل، 4 في اليمن و4 في السودان، فامسك الذين عن الذين باليمن وذكر الذين بالسودان. قال منهم الشيخ دفع الله ابن ادريس رضي الله عنه. قال اسمه عند أهل الله مصوبا الحضرات وقد جر الشمس مع الملائكة 40 سنة. دي أكبر أول كطبة. وربنا قال الرد على الكلام ده، ربنا قال في سورة ياسين والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الكلام ده واضح زي الشمس. فقال قال وله من الكرامات ما لا يحصى ولا يعد. قال ومنهم قال ومنهم الشيخ إدريس ابن الأرباب رضي الله عنه أكرمه الله بفركة من لباس الجنة. دي خليها دي ما بنعلق عليه. وقال ومنهم حسن وتحسونه رضي الله عنه بطره الله بطرا جميلا قد أحيا الأموات بسره وملك من خزائن الأسرار ما ملك. ومنهم الشيخ الطيب البشير ربنا ملك الكون 33 سنة ما ضيع فيه جناح بعوضة. قال حتى أن ملك الموت إذا أراد أن يقبض روح مري يستأذنه. يا ناس ودارين العيش يبقى بثلاثة بجنيه، حتبقى العيش ب10 جنيه ما لم هذه العقائد تنشر وهذه العقائد تبث. فعشان كده وجب على الدعاة أن يبينوا للناس حقيقة هذا المنهج الخرب. والله جد وفي الفتح الرباني وفي الفيضات الربانية والكلام كثير والله للصباح ما بينتهي. وأنا والله
أصلا ما يعني من ضمن المتحدثين، ولكن الإخوة طلبوا أن أتكلم، والكلام عن هؤلاء وضلالهم كثير جدا، وأنا أكتفي بهذا القدر.